استاذ بسمه بركات، مدير مدرسه الحريه للغات بمركز الباجور، اهلا وسهلا بحضرتك معانا على قناه زهره العرب. اهلا وسهلا بحضرتك في المدرسه. والله حضرتك احنا عاملين فعاليه للود والمحبه والروح الرياضيه الراقيه بين الولاد، ده غير سهل. احنا حبينا ان احنا نجيب مدارس محافظه المنوفيه سواء تشبين او بنوف، عشان نغرس فيهم اواسر الارتباط والحب، ويعني ايه نجتمع على ارض محايده، يعني ايه نجتمع بروح رياضيه راقيه، ويتم التشجيع من قبل المدارس المختلفه للولاد بغض النظر عن اي تحيز لمدرسه معينه. حبينا نعمل ضوء جميل على ايجابيات اطفالنا لان هم اطفال، وطبعا علشان اعياد الطفوله هي في شهر 11 حبينا نعمل حاجه غير مالوفه. المدارس كلها بتعمل احتفال، بتعمل العاب، احنا حبينا نجمع الولاد على ارض الحريه علشان عيد الطفوله، ونغرز فيهم يعني ايه حب التعاون، يعني ايه نشارك بعض، يعني ايه نشجع بعض، سواء انا من مدرستك او مش من مدرستك. انا بشجع اللعبه المحترمه، اللعبه الراقيه دي كانت فكره علشان بس نوطد علاقه المدارس ببعض، كلنا اسره واحده وكلنا تحت مظله واحده وهي وزاره التربيه والتعليم ووكيل اول الوزاره دكتور عبد الله عماره. حبينا نبين للناس احنا بيت واحد في المنوفيه، وما فيش فرق بين مدرسه سين او صاد او عين. احنا بنعمل اعياد الطفوله بطريقه مختلفه، بطريقه مبتكره. الولاد كلهم بيشجعوا الدول الاوروبيه في الكوره، فاحنا حبينا نغرس فيهم البوينت ده يعني. تمام. المدرسه هنا حضرتك بتتبنى المواهب، يعني في مواهب كثيره بين الطلاب سواء في مجال الشعر او الادب او الفنون، وده دور المدرسه هنا في ابراز مثل هذه النماذج. يعني نقول اطلاله كده على اهم هذه المشروعات الواعده. احب اقول لحضرتك ان انا عندي اولا المدرسه هنا اخر مرحله عندي جريد 5، فالفئة العمرية صغيرة، ومع ذلك أنا عندي نبغة في الشعر، عندي متميزين في الكمانجة، عندي متميزين في الغنى، عندي متميزين في الأورج، عندي متميزين في الأعمال اليدوية، عندي أعمال فنية رائعة للولاد بيرسموا، عندي بطولات رائعة بياخدوها للجمباز للباليه. انا بنمي فيهم كل المهارات، انا مش بدي سيشن صمتة. يعني انا عندي متحف للدراسات الاجتماعية، كان اول سنة عندي سنة رابعة السنة اللي فاتت، الولاد كانوا اول مرة يدرسوا دراسات اجتماعية، حبيت اعمل لهم كرياتيف ليها بحيث ان انا اطبق منهج المونتسوري اللي هو اليدوي او البراتيكال للولاد. احنا هندخل نتصور جوه المتحف، نحكي موقع مصر شكله ايه، او الحضارة المصرية، الحضارة الفرعونية. بالفعل عملناها، عملنا لهم متحف، الولاد بيلبسوا اللبس الفرعوني والميس بتدير الحصة من خلال تمثيلهم يعني معايشة كاملة، معايشة كاملة لكل حاجة. المادة العلمية بيلعبوا بيها بوسائل تعليمية جديدة، وبعدين بندخل جوه الكلاس نطبق ده جوه الكلاس احنا فهمنا ايه، لان المنهج بتاع الوزارة عندنا محتاج الولاد انا فاهم ايه هطبقه ازاي، انما لو احنا قدرناه جوه الكلاس هيبقى صعب على الولاد ان هم يحتفظوا بيهم في ذاكرتهم. السريع ومؤكد سيكون لنا لقاءات اخرى بالتفصيل نبرز فيها اهم هذه الانشطه الايجابيه. يا ريت، ده نكون شاكرين لحضرتك، وانا عندي موهبه شعريه في جريد 2 احب ان حضرتك تسمعها. يا ريت. شكرا جزيلا.